تكاد هذه الأكياس البلاستيكية لا تفارقنا مثل الأكسجين، فهي تؤتت الأزقة وحتى الأحياء الهامشية من البيضاء، فهي تجلب من حولها كل أنواع الحيوانات من كلاب وأبقار ومواشي لكونها تحتوي على الطعام. مشاهد توحي لنا بأننا لسنا بالمجال الحضري بل بمكان آخر. كيجي البهيم كيقلبوا الطوارو ديال الزبل اولا، ثانيا المواطن خاصو يوعى بهذه القضيه ديال الميكره مضره، ان المشكله ديالها هما ان كيجيو الناس كيقلبوا الطوارو تيحلوا داكشي المسائل ديالهم كيلوحوا الميكات وكيبقى لينا حنا ضرر وخاصه وقت الشتاء. من جانبهم يترك السكان الاكياس البلاستيكيه مملوءه بالنفايات المنزليه في محيطهم المعيشي لتتحول بعد ذلك الى خطر يهدد البيئه ويوسع من دائره اشتغال عمال النظافه. بالنسبه للناس المكلفين بالنظافه خصهم يتكلفوا بهذا بداخل الازقه والشوارع، اما بالنسبه لهذا خصنا نجيبوا واحد سموه واحد الفريق خاص اللي يوميا خصنا نقوموا بهذه العمليه هنايا. حنا دايرين بيك البقره ودايرين بيك الحمير، داير بيك كل شيء، ما عنده مشكل، كتهضر معاه يقول لك راه هذاك الشيء سارح نيبال. لكن هل الكل واعي بخطورة هذه الأكياس على البيئة والمجال؟ فتحلل كيس واحد يتطلب أكثر من 400 سنة، وهل الشركات المنتجة لهذه المادة واعية بخطورة ما تصنعه؟ كاين واحد القانون اللي خرج في 2010، قانون 22/10 اللي خرج في 2010 اللي كيحد على الشركات اللي كيديروا الميكا باش يديروا واحد الميكا اللي يمكن ليها يعني تديكرادا تحل عاجلا. لقينا بأنه 3% حاليا في المغرب 3% يلا 3% ديال الشركات اللي كيحترموا داك الشيء. رغم الحملات التحسيسيه الميدانيه او عبر وسائل الاعلام الا ان البيئه لا زالت تحتضر في صمت في غياب روح المواطنه وتحمل المسؤوليه سواء من طرف الساكنه او المسؤولين عن المجال البيئي.